أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أصيب المجاهد في المعركة ثم نقل للعلاج وبعد يوم أو يومين توفي، فهل يكون شهيدا؟ لا، الشهيد هو من مات في المعركة، أما إذا نقل ومات خارج المعركة فهذا لا يعتبر من الشهداء. نعم، لكن ربما يعتبر أنه مات في سبيل الله، أنه مات في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا مات خارج المعركة فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعامل معاملة الجنازة، خلاف الذي يقتل في المعركة فهذا لا يغسل ويكفن في أثوابه ولا يصلى عليه، لأنه شهيد عند الله عز وجل، فيختلف هذا عن هذا في الأحكام. نعم.